إضافة لسلسلة الانتهاكات والجرائم المقترفة بشكل ممنهج بحق الأسرى، أكثر ما يقلق اليوم هي أنه تم الزج بقضية الأسرى في معمعان الجدل الصاخب والمزايدات الحزبية بين الأشخاص وبين الأحزاب. يعني تم إقحام قضية الأسرى في الجدل السياسي، وبالتالي صار يتسابق القادة الأفراد والأحزاب على من يصعد من خطابه وتهديداته تجاه الأسرى، الأمر الذي ستكون له مترتبات خطيرة. وقد استوقفني صباح هذا اليوم يعني الخبر الأول في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية تحدثوا عن الجلسة التي تم فيها نزع فتيل الاصطدام مع الحركة الأسيرة في شهر 8 الماضي أو في شهر 9 الماضي، حين قررت إدارة السجون التراجع عن نقل الأسرى المؤبدات وعملية تدويرهم. ويعني نقل الخبر بطريقة تحريضية في ظل الاستعداد لاستلام العنصري الفاشي بن غفير لوزارة الأمن الوطني الإسرائيلي، والتي يعني أقر بالقراءة التمهيدية قانون يمنحه صلاحيات موسعة، يعني إطلاق يده، يعني التعامل مع السجون باعتبارها أرض محروقة. هذا أكثر ما تحدي يمكن أن يهدد الحركة الأسيرة في هذه الأثناء.